السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة على كل الناس اللي تشاهدنا من كل مكان. حيا الله كل الناس. خلينا قبل لا نبدأ إنه إحنا إذا كان الصوت واضح أتمنى تبعت لي على الشات رقم واحد إنه الصوت واضح عند الكل. صوت واضح، تمام. أوكي، قبل لا نبدأ خلونا نعرف إنه الناس اللي موجودة حالياً من وين دا تتابعنا؟ من أي دولة أنت حالياً دا تشاهد هذا البث؟ المغرب، حي الله المغرب، مصر، بغداد، كركوك، بابل، العراق، مصر، المغرب، الصين، الناصرية، كربلاء، فلوجة، ما شاء الله العراق كل المحافظات، مصر، مصر أم الدنيا، حي الله مصر، السعودية، تركيا، كل محافظات العراق أيضاً موجودة، ومحافظات مصر أيضا موجودة. حيا الله كل الناس من كل الإمارات العربية المتحدة، كل الناس اللي دشاهدنا من كل مكان، سواء كانوا من سوريا، من لبنان، من أي مكان دشاهدنا. مبدئيا خلينا أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم أحمد الهاشمي، بكالوريوس قانون، أعمل بمجال النيتورك ماركتينج تقريبا صار 8 سنوات. بعيدا عن كل شيء، أشرف بكل شخص موجود هنا، واني راح اتعلم من الناس اللي موجوده ايضا هنا، وراح كنا اليوم نطلع على تفاصيل جدا جدا مهمه فيما يخص بزنس قوي جدا، واحد من اقوى التجارات اللي راح نبدا نتحدث بها، اللي راح نشاركها لكل شخص موجود هنا، وراح نعلن نهايه الميتنج عن مفاجات عظيمه جدا بحضور شخص من اقوى الشخصيات بمجال النيتورك ماركتينج، فخر العرب دكتور اسلام وصفي، راح يكون موجود ويانا ان شاء الله بهذا البث. لكن قبل لا نبدا بكل شيء، اتمنى من كل الناس اللي موجوده من اي مكان انت تشاهدنا، لازم انه احنا نتفق على اتفاقيات سريعه جدا، انه انت لازم تخلي يمك دفتر وقلم، لان ممكن تكون عندك اسئله واستفسارات. نهايه الاجتماع راح نبدا نجاوب على كل الاسئله. الناس اللي اذا تسالني هل اكو بث عبر اليوتيوب، للاسف انه ما قدرنا نسوي البث عبر اليوتيوب بسبب يعني مشكله بالايميل، فاتمنى انه احنا بالايام الجايه ممكن انه احنا نشارك البث عبر اليوتيوب. فكل الناس اللي موجوده هنا ضروري انه انت تفعل الصوت حتى تسمع كل شيء. الناس اللي موجوده هنا اللي عندها حاليا اكو ناس داخله وياها لهذا الاجتماع، ضروري انه انت تعلم الناس كيف يفتحون الصوت وكيف يسمعون للناس اللي راح تتحدث بعدي إن شاء الله. قبل كل شيء، الناس اللي موجودة حالياً هنا هي موجودة حتى تسمع واحدة من أقوى فرص الأعمال اللي هي عبر الأنترنت. الناس اللي راح تستفاد الصراحة بقوة بالمرحلة اللي جاية، بداية عظيمة جداً لكل فريق إليت تيم، كل الناس اللي موجودة بإليت تيم، هذا الفريق اللي هو من أقوى الفرق اللي موجودة بكايزن أورغنايزيشن. هذا الفريق تحت فرق كثيرة، فإحنا اليوم بدنا نحكي عن مؤسسة كبيرة اسمها إليت تيم. هذه المؤسسة يعني جمعت هذه الناس كلها هنا حتى تكون موجودة بهذه البداية وهذه الانطلاقة. قبل لا نبدأ نتحدث، خلونا نبدأ نشرح بعض الأعمال اللي ممكن أنه أنت تستفاد من يمها. هو شنو مجال النيتورك ماركتينج وشنو مميزات النيتورك ماركتينج؟ لكن قبل لا نحكي عن مميزات هذا المجال أو شنو هو هذا المجال، ضروري جداً أنه إحنا نعرف هي شنو الأعمال اللي موجودة، يعني شنو هي الأعمال اللي متوفرة حالياً اللي باستطاعة أي شخص يعمل بيها. إذا عرفنا شنو هي الأعمال اللي موجودة حالياً، راح نعرف بنسبة 100% ليش مجال النيتورك ماركتينج هو الأفضل. فأتمنى الكل يركز بالأعمال اللي راح أبدأ أطرحها وأشرحها، وبعدها راح نتحدث عن مميزات النيتورك ماركتينج وعن الشركة اللي أنت راح تسمع كل تفاصيلها. فأر يو ريدي؟ الناس اللي موجودة هنا جاهزين؟ جاهزين صح؟ اوكي، خلينا نشوف نولع الشات اذا الناس كلها جاهزه. يا ام الدنيا يا مصر، يقولون المصريين متحمسين اكثر، بس العراقيين لا، العراقيين هم الحماس كله، فخلينا نشوف منو اللي جاهزين، العراقيين ولا المصريين؟ اوكي، اكو واحد يقول اللبنانيين، اوكي تمام. تحياتي لكل الدول اللي موجوده هنا. خلونا نبدا انه احنا نشارككم شنو هو
الأعمال اللي موجودة حالياً وراح نبدأ نتحدث عن كل عمل موجود ويانا. أوكي لحظات تمام. الأعمال اللي موجودة بالعالم كله، الأعمال اللي موجودة بالعالم كله هي 5 أعمال. من خلال هذه الأعمال راح تعرف أنه أنت ليش مجال النيتورك ماركتينج هو الأفضل، وليش لازم أنه أنت تبدأ بمرحلة التغيير، بسبب أنه هذه الأعمال ما تطورت. فلازم أنه أنت تعرف أنت حالياً وين ووين تريد تكون. أكو 5 أعمال بالعالم ماكو غيرها، 5 أعمال بالعالم ماكو غيرها. العمل الأول يسمى الأعمال التقليدية. يعني شنو الأعمال التقليدية؟ الأعمال التقليدية هو كل عمل نقوم به بجهد فردي، يعني كل شخص يقوم به بجهد فردي، هذا يسمى شنو؟ عمل تقليدي. أوكي؟ مثل البنا، عامل، سائق تاكسي، غيره غيره، هذه هي الأعمال التقليدية. هذه الأعمال التقليدية بها إيجابيات وبها سلبيات أيضا. مثل ما أكو إيجابيات أكو سلبيات لكل عمل. مستحيل بالأعمال التقليدية تقدر توصل للحرية المالية. أنت راح تشتغل عند غيرك، أنت ما راح تتطور أكثر، أنت راح تكسب سمعة معينة، يعني يا أما أنه أنت راح تكون جيد أو غير جيد. كذلك عمل فردي ممكن أنه أنت تقوم به. أوكي؟ يعني ماكو شخص ما تقدر تبني تيم داخله، هو عمل فردي، أنت اللي راح تطلع من الصبح لليل حتى ترجع بأجر يومي. وضحت الفكرة؟ راح تقضي حياتك كلها أنه أنت تعمل عند الغير. هذه الأعمال التقليدية، أوكي؟ ولا راح نشوف أكو واحد ممكن يوصل لأشياء كبيرة بسبب الأعمال التقليدية. العمل الثاني اللي ممكن أنت تشاهده اللي هي الأعمال الوظيفية. شنو هو العمل الوظيفي؟ هو كل عمل أنه نقوم به بجهد ذهني. هذا يحتاج من يمك شهادة دراسية، يحتاج من يمك سنين من عمرك أنه أنت تقضي، يا أما تروح تبصم من الصبح لليل دوامك، تلتزم براتب بسيط، مستحيل يكون عمل جماعي. أنت راح تبدأ أيضا تشتغل عند غيرك، ما راح توصل للشيء اللي أنت تطمح له أو الحرية المالية اللي أنت تسعى لها أو الأهداف اللي أنت تريد تحققها، إنه هو أعمال وظيفية. وضحت الفكرة؟ النوع اللي بعده هو رجال المبيعات، يعني المندوبين. هم كل شخص يعمل عند شركة بحيث أنه تخصص له راتب على نسبة المبيعات. هذه شبيهة للأعمال الوظيفية، لكن شنو المشكلة اللي بيها؟ المشكلة اللي بيها أنه أنت لازم دائما تبدأ من الصفر، لازم أنت اللي تشتغل. أعمال ما تورث، لازم أنت يوميا تطلع سوي مبيعات وتشتغل وتتعب وتشتغل وتتعب، لكن ما رح توصل أيضا للشيء اللي أنت تريده. هو مجرد عمل عند الغير مقابل نسبة أو مقابل رواتب. النقطة اللي بعدها أو المشاريع اللي بعدها هي أصحاب المشاريع التجارية. يعني كل شخص يروح يفتح له مشروع تجاري، وهذا يحتاج رأس مال كبير، معرض للخسارة، وبنفس الوقت أيضا أنه أنت إذا ما تعبت عليه ممكن ما راح يكون. أغلب المشاريع تنغلق بعد سنة من افتتاحها. كم واحد جرب هنا أنه هو يفتح له مطعم أو يفتح محل ملابس أو يفتح أي محل كان، وبرا فترة ما نجح كثير؟ صح يوم مصح، صح يوم مصح. كثير من المشاريع انغلقت بأزمة كورونا، صح يوم مصح. كثير من الناس خسرت بأزمة كورونا. سبب شنو؟ سبب انه هذه المشاريع تحتاج رؤوس اموال، تحتاج مخازن، تحتاج ايادي عاملة الى اخره. اوكي زين. النوع اللي بعده اللي هم المستثمرين. يعني شنو المستثمرين؟ المستثمرين انه انت تستثمر بالعقارات، تستثمر بالمستشفيات، تستثمر بالشركات، وهذه يحتاج لها رؤوس أموال كبيرة، ويحتاج لها خبرة، ويحتاج لها مجازفة، ويحتاج لها وقت، ويحتاج لها كثير من الأمور. أوكي؟ لا تقول لي أنه أنت تريد تشارك شخص وهذا الشخص أنه أنت والله لأن شاركته أنت عليك السمعة والاسم والمال، وهو علي الشغل أنه أنت هنا راح تصير مستثمر. لا، هذا مو استثمار، هذا مجرد أنه أنت جاي تشتغل عنده حتى أنه أنت تساعده وتخليه يوصل للشيء اللي أنت أو الشيء اللي هو يريده. زين، هذه بالنسبة للأعمال اللي شرحناها حاليا. أوكي زين، ليش يعتبر مجال النيتورك ماركتينج هو الأفضل؟ شنو السبب؟ شنو السر أنه المجال اللي اليوم راح نشرح لك إياه هو الأفضل؟ شنو السر؟ السر مجال النيتورك ماركتينج هو الأفضل بمميزات تختلف عن كل الأعمال. أول شيء أنه هو عمل تقدر تشتغل به بوقت فراغك.
فيعتبر هو من أقوى الأعمال اللي أنت ممكن تشتغل بيها. تقدر تشتغل بوقت فراغك من أي دولة، أنه أنت تقدر تشتغل عادي بالوقت الفراغ اللي عندك. ممكن أنت موظف تقدر تشتغل كذلك، هو بدون رأس مال كبير، ما راح تحتاج رؤوس أموال كبيرة حتى أنت تشتغل. كل اللي يحتاجه يحتاج لرأس مفكر وتبدأ تقدر تشتغل. أوكي، ممكن رأس مال قليل جدا. أوكي، كذلك عمل تكون به خبرة مكتسبة، تقدر تكتسب الخبرة، واكتساب الخبرة من خلال الدورات التدريبية اللي تقدم لك مجانا بهذا المجال، فراح تكتسب خبرة. وقاعدة تقول انه دخل كل انسان ومستوى تفكيره يساوي دخل ومستوى تفكير اقرب الناس إلى. فاذا انت كنت تمشي ويا خمسة عقولهم رجعية، شيء طبيعي، احنا سادس، اذا كنت تمشي ويا خمسة مليونيرات انت سادسهم. بسبب شنو؟ بسبب اكتسابك للعقلية اللي هم ممكن يملكوها. فهذا الموضوع مهم جدا. كذلك هذا العمل ما يتعرض للخسارة. مجال النتورك ماركتينج مستحيل يتعرض للخسارة لان هو اقوى مجال، فهذا المجال عظيم جدا. اوكي، كذلك هذا العمل دخله متضاعف متزايد، كل ما تنطي جهد، كل ما تلتزم اكثر، كل ما تتعلم اكثر، كل ما تربح اكثر بسبب المميزات اللي بيه. كذلك هذا العمل عمل جماعي وليس فردي، عمل تكافلي، الكل باستطاعته يربح والكل باستطاعته يوصل. ليش؟ لان انت ممكن تساعد الناس لوصول هالاهدافنا، تساعد الناس ان هم يبنون مؤسساتهم التسويقيه. فهذا الموضوع جدا جدا مهم، انه انت كل ما تعلم الناس كيف ينجحون انت راح تنجح. فيسمى عمل جماعي، بحيث بيوم من الايام تقدر تسافر، تقدر تطلع، تقدر تغير، وعملك مستمر وارباحك مستمره اذا انت كنت من الناس اللي دا يبني صح. اوكي، كذلك هذا العمل بتنميه وتطوير وسعاده ومرح، واحد من اهم الامور اللي موجوده بهذا العمل. زين، كذلك هذا قانوني وفق اجراءات الدول، كل الدول حاليا دا تعمل بهذا المجال، لذلك هو مرخص قانونيا انه العمل به لان هو مجال عظيم جدا. كذلك هذا العمل بسفر مجاني. يعني شنو سفر مجاني؟ باستطاعة أي شخص أنه يحقق سفرة، فيقدر يسافر من خلاله، يقدر يتعرف على ثقافات جديدة، يتعرف على عالم جديد، يتعرف على ناس من دول مختلفة. والدليل أنه حالياً موجودين بهذا الاجتماع ناس من مصر، ناس من لبنان، ناس من السعودية، ناس من الإمارات، ناس من فنلندا، ناس من أمريكا، ناس من هواية. وهذا هو أجمل شيء بمجال النتورك ماركتينج، أنه باستطاعتك تتعرف على ناس هم بالحقيقة أنت كنت ما تعرفهم، لكن ممكن يصبحون من أعز الناس اللي موجودة هنا. وأنا أتشرف بكل شخص موجود بهذا الاجتماع. كذلك هذا العمل عمل يورث، تقدر تورثه لأجيالك. واحد من أهم الأعمال اللي موجودة بمجال النتورك ماركتينج أنه هو عمل يورث، تقدر تورثه لناسك ولعائلتك ولأجيالك بالمستقبل. كذلك هذا العمل هو مشروعك الخاص، هو عمل مثالي بالنسبة لك. أنت راح تبني بزنسك الخاص، راح تبني عملك الخاص، راح تبدأ من خلاله تحقق الأهداف اللي أنت تطمح التحقيقها. كذلك هذا العمل ما يحتاج المكان، باستطاعتك تشتغل من المكان اللي أنت بيه. مجرد أنه أنت تمسك أنترنت وتليفون أو حاسبة تقدر تعمل لكل مكان بالعالم وتقدر تربح من خلاله. كذلك هذا العمل ما يتأثر بالظروف مهما كانت، ظروف اقتصادية أو سياسية أو صحية أو أي نوع من الظروف، لأن هذا العمل مستمر، دائما مستمر نحو النجاح، ما يتوقف نهائيا. كذلك الكل بيربح، ماكو شخص يخسر بهذا المجال، لأن نجاحك من نجاح الآخرين، فالكل باستطاعته يربح بهذا المجال، وهذا اللي راح نتكلم عنه بالتفصيل الممل. لذلك أتمنى كل الناس اللي موجودة هنا أنه تركز بنسبة 100% وتبدأ تفتح الكاميرا مالتهم ويبدأ يحضر الورقة والقلم، لأن إحنا راح نبدأ نشرح عمل بهيك مميزات. هذا العمل راح ينشرح بالتفصيل الممل لكل شخص موجود هنا، وكل شخص موجود هنا باستطاعته يكون جزء من هذا العمل اللي ممكن انه يغير بيه حياته جذريا. لكن يحتاج من يمك التركيز، تركيز قوي جدا، وتخلي الهيدفون باذنك وتركز، تفتح الشاشه، تبتعد عن كل ضوضاء، وافتح الكاميرا
واجلس بمكان هذا. الكل دا يبحث عن عمل بهيك مميزات، الكل ده يبحث عن عمل دخله متضاعف، الكل ده يبحث عن عمل ممكن يشتغل به لأي مكان. أنت الآن أمام فرصة عظيمة جدا. أنا واحد من الناس اللي استغليت هذه الفرصة قبل 8 سنوات، اتغيرت حياتي جذريا. هواية ناس قالت إنه أنت ما راح تقدر إنه أنت تشتغل في ظرف سنة 2015 ما كان موجود الإنترنت بقوة بالعراق، ولا كان أكو أي تركيز حول التجارة الإلكترونية، لكن قررت أنه أواكب الرحلة، قررت التغيير، قررت أنه أوصل لأشياء كبيرة. والحمد لله والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الناس اللي موجودة بالجايزن أورغانيزيشن والفريق إليت تيم، والناس اللي موجودة أيضا من ضمن الفريق هنا، فتحية لكل فريق إليت تيم اللي دا يسمعنا هنا، وصلنا وحققنا نجاحات عظيمة جدا. لذلك أتمنى كل الناس الآن تركز، لأن الشخص اللي راح يجي حاليا هو واحد من أكثر الناس نجاحاً، واحد من الشخصيات المهمة جداً اللي قدر أنه هو يصنع فارق جداً كبير بحياته وحقق نتائج عظيمة جداً. هو قائد لإليت تيم. هذا الشخص من مصر، من أم الدنيا. هذا الشخص ماكو أي شخص بفريق إليت تيم اللي هو بأكثر من 20 دولة إذا ما تشوف أنه هو يعني يحب حب مو طبيعي. لذلك خلينا نشوف فيديو سريع له، كان مشرفنا بالعراق، فخلينا نشوف فيديو سريع له وبعدها راح نقدم هذا الشخص. طبعا هذا فيديو سريع لهذا الشخص. دائما تلقاه سبورت لكل فريق إليت تيم بأي دولة تلقاه، هو ما شاء الله انه اول الناس تلقاه اللي حاضر. خلونا انا وياكم نرحب بالعملاق الكبير قائد مؤسسة إليت تيم كوتش محمد عبد المنعم من مصر. فاذا كل الناس جاهزة خلونا انه احنا نبعث للشات قلب حب لهذا الشخص من مصر، والمايك لك يا حبيبي، وكنا أذان صاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أتأكد بس الأول إن الصوت واضح. لو الصوت واضح يا ريت ابعت لي على الشات رقم 1. أوكي تمام تمام. طيب أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الناس اللي حاضرة معنا وكل الحضور الكريم. يا رب كل الناس تكون بخير. طبعا وقبل ما ابدا كلامي طبعا شكرا جدا لاخويا وصديقي وصاحبي استاذ احمد الهاشمي على الكلام الاكثر من رائع ده. احنا اقل من كده بكتير، يعني احنا لسه بنتعلم. شكرا جدا، وشكرا جدا ليك على المعلومات الرائعه اللي كنت بتتكلم عنها من شويه. طيب خلينا كده، كاميرتك ماكو، كاميرتي مش مفتوحه، انتوا شايفيني؟ طيب شايفين الصوره صح؟ شايفين الصوره صح؟ الصوره موجوده صح؟ لا كده الصورة واضحة صح؟ أوكي. طيب طيب مبدئياً كده خلينا نبدأ نتكلم مع بعض كده في خلال ال 15 دقيقة اللي جاية. وقبل ما أتكلم خليني أعرفكم بنفسي. أنا اسمي محمد عبد المنعم من مصر، خريج جامعة الأزهر دفعة 2011، وبشتغل في مجال الدايركت سيلينج النهاردة بقالي تقريباً حوالي 10 سنين بشتغل في المجال ده. 10 سنين بشتغل في المجال ده، اتعلمت حاجات كتير جدا جوه المجال ده. ولكن خلينا اقول لك الموضوع ببساطه جدا كان عباره عن ايه. الموضوع مشي معايا كالاتي، ان كده من 9 سنين كده او من 10 سنين لما اتخرجت من الجامعه، حالي زي اي حد، يعني اللي هو ايه، بحاول ان انا ابني حياتي وابدا ابني مستقبلي. طبعا اتصدمت طبعا ان انا ما اشتغلتش بالشهاده بتاعتي، فبدات اشتغل في حاجات تانية ما لهاش اي علاقه بالشيء اللي انا درسته، لحد لما جات لي مكالمة كده في وقت غريب كده من صديق ليا، ان يا محمد في بزنس كويس جدا وفي عمل كويس جدا وفي مشروع كويس جدا انت ممكن تبدأ فيه، والمشروع ده ممكن يكون سبب في ان هو يغير حياتك 180 درجة. استغربت جدا من الموضوع، يمكن معظم الناس اللي موجودة هنا جات لها نفس المكالمة دي، ان من صديق ليك ان في بزنس كويس، البزنس ده ممكن يغير حياتك. انا جات لي نفس المكالمة
ولبيت للدعوه، رحت قعدت سمعت البيزنس ده، ويمكن كان شيء لاول مره في حياتي ان انا اعرف هو ان انا ازاي ان انا ممكن اكسب فلوس من الانترنت. كان شيء غريب بالنسبه لي، اللي هو ايه، انا عارف اللي هو ان انت لازم تطحن عشان تجيب فلوس، انما ان انا اكسب من الانترنت ده كان بالنسبه لي شيء غريب الى حد ما. المهم بدا يتكلم معايا في مجال يمكن كان بيتكلم عنه الاستاذ احمد الهاشمي، وهي فكره البيع المباشر او فكره النتورك ماركتنج. خليني اتكلم معاك باختصار، هي الفكره بتاعه البيع المباشر دي عباره عن ايه؟ ومبدئيا كده خلينا يعني ايه نتكلم مع بعض، انا بحب اتكلم بالبلدي، حد عنده مشكله في كده؟ بحب اتكلم ببساطه، حد عنده مشكله؟ اوكي خلينا نتكلم مع بعض بالبلدي. طيب ايه هي فكره البيع المباشر؟ فكره البيع المباشر باختصار جدا هي فكره بسيطه جدا معتمده على حاجه اسمها الورد اوف ماوث. قبل ما اتكلم معاك على الفكره خليني اقول لك ان صناعه البيع المباشر هي صناعه بدات من قديم الازل، من اكتر النهارده من 60 سنه، من 1959 النهارده. حجم الصناعه دي بتحقق مبيعات سنويا اكتر من 200 مليار دولار مبيعات سنويا، بتخرج اكتر من 500 مليونير سنويا على مستوى العالم. طب ايه فكره الصناعه دي؟ فكرة بسيطة أنا بعملها وإنت بتعملها ووالدك بيعملها ووالدتك بتعملها في حياتك الطبيعية كل يوم. طب إيه هي؟ هي حاجة اسمها الدعاية الكلامية أو الدعاية الشفهية. لو أنا جيت سألتك النهاردة كم مرة ممكن حضرتك كلت في مطعم فعجبك الأكل في المطعم، فبدأت تتكلم مع أصحابك إن المطعم ده بيقدم أكل كويس وبيقدم سيرفيس كويسة، حد فينا بيعمل الكلام ده؟ كل يوم بنعمل الكلام ده. كم مرة حضرتك ممكن استخدمت كريم لشعرك فبدأت تتكلم على أصحابك إن الكريم ده كويس أو إن الحاجة دي كويسة، فبدأ صحابك أو بدأوا صحابك إنه كمان يستخدموا نفس الحاجة دي؟ دي حاجة اسمها الدعاية الكلامية، ولكن إحنا دايما بنعملها في حياتنا اليومية بدون أي مقابل. فشركات الدايركت سيلينج قالت لك إيه؟ طب أنا ليه أصرف فلوس كتيرة جدا في الإعلانات؟ طب ما نوفر فلوس الإعلانات دي، تمام؟ وببساطة جدا أنت النهاردة مجرد إن أنت استخدمت حاجة معينة أو جربت حاجة معينة لما تشارك بيها أصدقائك، زي مثلا لما أنت مثلا تسافر في مكان معين تبدأ تشارك صحابك إن المكان اللي أنا رحته ده مكان كويس، صح ولا لا؟ فقالت لك أنا النهاردة هوفر فلوس الإعلانات دي، وبدل ما أنا أدفعها في الإعلانات لا، أنا هديها للناس اللي أوريدي هم بيعملوا لي دعاية فبيحققوا لي مبيعات. فأنا هنا وفرت فلوس الإعلانات وفدت الناس اللي أوريدي بيعملوا لي دعاية بينهم وبين بعض في صورة سيستم معين أو نظام معين هنبدأ نتكلم عنه بعد شوية. طيب في شركات كتيرة جدا بتشتغل في المجال ده، واحدة من أعظم الشركات اللي النهاردة هتتعرف عليها ويمكن لسه بنبدأ في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، هتعرف ثلاث حاجات، هتعرف هي مين الشركة اللي احنا بنشتغل فيها وإيه هي اللي بتقدمه، هتعرف مين هي المنظمة التدريبية اللي احنا مسؤولة عن تدريب النهاردة آلاف مؤلفة من البشر على مستوى الوطن العربي بالكامل، وساعدت ناس كتيرة جدا ان هي تحقق الاحلام بتاعتها. وهتعرف رقم ثلاثة هو مين الفريق اللي انت بتشتغل معاه اللي مسؤول عن تعليمك ومسؤول عن تدريبك الفترة اللي جاية، ازاي ان انت تقدر تنجح في المجال ده. طيب تعالوا نشوف مع بعض ونعمل شير مع بعض، وخلينا نشارك مع بعض هو ايه الشركة اللي احنا بنشتغل فيها. يلا بينا مع بعض، خليني اعمل شير لحظة واحدة. ركزوا معايا جدا، ويا ريت جهز ورقه وقلم ودون كل الملاحظات اللي انا هتكلم معاك فيها دلوقتي حالا. اوكي طيب يمكن النهارده في كايزن اورجانيزيشن قدرنا النهارده تقدر تعمل شراكه مع واحده من اعظم الشركات اللي النهارده بتشتغل في مجال البيع المباشر على مستوى العالم بالكامل، وهي شركه اسمها شركه جيفو. طيب تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه اصلا شركه جيفو. هي كلمه صينيه معناها الحياة السعيدة، تمام؟ الشركة دي تأسست في 2019 وهي شركة أمريكية. طيب تعالوا نشوف مع بعض مين هم الفريق العمل المسؤول في الشركة ومين مؤسسين الشركة دي. أول شخص هو براد، هو CEO، ده الشخص الفاوندر أصلا بتاع الشركة، ومات جارف وسكوت هم دول المؤسسين بتوع الشركة. طيب تعالوا نشوف مع بعض النهارده، ويمكن لو عملت سيرش على 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 مات جارف، ده واحد من اغنى اغنياء امريكا، حد راجل مالتي مليونير حرفيا، تقدر تعمل عليه سيرش وهتلاقي تفاصيل كتيره جدا عنه. طيب الشركه دي قدرت تجمع اربع حاجات مع بعض، ويمكن الاربع حاجات دول هم كل الناس محتاجينها. طيب ايه هي الاربع حاجات دي؟ بتشتغل في اربعه كاتيجوري. اول حاجه جيفو بتشتغل في السياحه، رقم اتنين جيفو بتشتغل في منتجات الصحه، رقم ثلاثة
عندنا عندها أكاديمية جيفو التعليمية، ورقم أربعة هي جيفو للتداول. هنتكلم عن كل واحدة بشكل مبسط، وهنتكلم في الآخر إزاي إن أنت تكون واحد من الأعضاء اللي موجودة في إليت تيم، وموجودة في كايزن أورجانيزيشن، وموجودة في شركة جيفو. طيب تعالوا يلا نشوف مع بعض. أول حاجة تعالوا نتكلم مع بعض في جيفو للسياحة. جيفو للسياحة النهاردة تقدر مجرد إن أنت خدت عضوية أصلا في شركة جيفو تقدر توفر ده أكتر من 75% على إيه؟ على الطيران، على الرحلات، على تأجير السيارات، على الفنادق، على الأوتيلات، تقدر توفر خصومات كتيرة جدا. يعني خليني أقول لك إن أنت أصلا معاك شركة سياحة متنقلة في جيبك. طب خليني أوري لك مثلا مثال صغير. لسه لما كنت في دبي كده من يومين، كنا بنحجز على بوكينج، كان الحجز بتاع الأوتيل ده اللي إحنا بنحجز فيه كان سعر الليلة 200 دولار، 202 دولار بالظبط. طيب حجزنا من خلال شركة جيفو أو من خلال أكاونت جيفو، كان سعر الليلة 98 دولار، يعني موفرين أكتر من 50%. تخيل بقى إن أنت النهاردة تقدر توفر الكلام ده وتقدر تحجز لناس كتيرة جدا أنت تعرفهم، يعني كأن أنت معاك شركة سياحة. وده المنتج الأول. وخلينا أتكلم معاك عن منتجات الصحة، ودي منتجات هتبقى متوفرة إن شاء الله الفترة اللي جاية. وخلينا أتكلم معاك برضو عن منصة جيفو التعليمية، ودي أكاديمية النهاردة تعليمية بتقدر تاخد فيها كورسات كتيرة جدا، تقدر الكورسات دي تفيدك. يمكن لما تيجي تبص النهاردة، كلنا النهاردة بندور إزاي أتعلم حاجة، الحاجة دي تخليني أكسب فلوس، صح ولا لأ؟ مين متفق معايا على كده؟ ان انت محتاج ان انت تتعلم حاجه تخليك تكسب فلوس من خلال الانترنت. علشان كده شركه جيوف وفرت لك افضل الدورات التدريبيه النهارده، زي النهارده امازون اف بي اي. تقدر النهارده تتعلم ازاي تبيع على امازون. يمكن لو عملت سيرش هتلاقي اكتر كورس اتباع السنه اللي فاتت في 2022 هو كورس امازون في امريكا. طيب ازاي تتعلم التداول الفوركس، ويمكن ده حاجة تانية هنتكلم فيها في الآخر، إزاي تتعلم التداول وإزاي تكسب منه فلوس. ويمكن بنسمع الاسم ده كتير، برضه هتتعلم الكلام ده من خلال الدورات التدريبية. هتتعلم إدارة منصات التواصل الاجتماعي، التسويق، إزاي تسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي. هتتعلم فكرة المونتاج، وإزاي إن أنت تقدر تعمل إيديت على الفيديوهات. وهتتعلم كمان في كورسات للعملات الرقمية، وإزاي تقدر تتعلم الكلام ده. تمام؟ طيب خلينا كمان اتكلم معاك على جيفو للتداول. يمكن جيفو للتداول زي ما احنا عارفين ان الفوركس والتريدنج، التريدنج دلوقتي واحد من ضمن الحاجات الاسواق اللي النهارده بتحقق حاجات ضخمه جدا النهارده، ويمكن بيحقق اكتر من 6 تريليون دولار يوميا. السوق ده سوق كبير جدا، يمكن هنتكلم عنه في الاخر خالص. طيب ازاي النهارده، خلينا اتكلم معاك ازاي ان انت النهارده تقدر تكسب، او خلينا اتكلم معاك لحظه واحده على الباقات بتاعت جيفو. اوكي، ازاي ان انت تقدر تكون من ضمن الاعضاء اللي موجوده في شركه جيفو من خلال حاجتين اتنين، ودي الحاجات اللي موفراها دلوقتي شركه جيفو. الباقه الاولى، وهي باقه اصلا سعرها 1400 دولار. الباقه دي ببساطه جدا هي باقه تقدر ان انت النهارده تمتلك شركه خاصه بيك، تمتلك 4 شركات في باقه واحده. ازاي الكلام ده يا محمد؟ من خلال النهارده مجرد شرائك احد الباقات اللي موجوده زي باقه الكرو. هي ايه الباقه دي بتديك، او ايه المميزات اللي موجوده فيها؟ موجوده فيها تاخد دورات تدريبيه ليها علاقه بتتعلم ازاي تتعلم التداول، رقم اتنين بتقدر تستخدم منصه التداول اللي متعاقده معاها شركه جيفو، هي الفا فاينانشال. تقدر كمان تستخدم منصه جيفو للسياحه، وتقدر تحجز تذاكر طيران، وتقدر تحجز اوتيلات لاكبر، لاي عدد انت محتاجه. كمان النهارده بتدي لك حاجه اسمها 100 تجربه مجانيه. يعني ايه 100 تجربه مجانيه؟ يعني تقدر النهارده بيبقى لك كود خاص بيك، تقدر تبعت الكود بتاعك لاي شخص في اي مكان، ويقدر يحجز من خلال الكود بتاعك ده. وتقدر كمان انت تستفاد، هو الشركه بتدي له بسعر، وانت الشركه مديالك بسعر، والفرق بينزل لك في المتجر بتاعك. تقدر الحساب تقدر تستفاد منه، مفيش اي مشكله. مش بس كده، كمان بتدي لك رحلتين سياحه، يعني تقدر تطلع رحله سياحه تحددها في اي دوله انت حابب تطلعها، في اكتر من 85، تختار اكتر من 85 الف فندق على مستوى العالم زي ما انت تحب. تقدر تطلع الرحله دي في اي مكان، ما بتدفعش اي مصاريف تانية غير ان انت بتدفع الضريبه بتاعه الدوله بس في الفندق. رقم واخر حاجه هي الحصول، ان انت بتاخد نص الدورات اللي موجوده على الاكاديميه.
تخيل كده ان انت بتدرس نص الدورات اللي موجودة على الاكاديمية بتاعة جيفو، وتقدر تدرسها وتقدر تتعلم حاجات كتيرة جدا تساعدك وتعلمك ان انت ازاي تقدر تكسب فلوس، والحاجات دي بتزود من مهاراتك وتكتسب مهارات جديدة. ودي الباقة الاولى. طيب الباقة التانية، وهي باقة سعرها حوالي $2800، ويمكن الباقة دي باقة الفاست موفر او الجلوبال، بتديك دورة تدريبية كمان لتعليم التداول مستوى المبتدئين ومستوى المحترفين، زائد ان هي بتخليك تستخدم منصة جيفو للتداول، زائد ان انت بتستخدم منصة جيفو للسياحة بشكل غير محدود، زائد بتديك عدد لا نهائي للتجارب المجانية. تقدر تشارك اللينك بتاعك لعدد لا نهائي كل شهر من خلال التجارب المجانية، ومش بس كده كمان بتديك 3 رحلات سياحية، 3 رحلات سياحية تقدر تاخدهم، وتقدر تحدد ان انت في اي وجهة انت عايز تروح المكان ده، زائد ان انت بيبقى لك الصلاحية ان انت بتدرس كل الدورات اللي موجودة على أكاديمية جيفو. تقدر تتعلم كل الدورات اللي موجودة دي اللي تساعدك ان انت تخليك ازاي تقدر تكسب فلوس، ودول الباقتين اللي موجودين. طيب هنا ازاي انا مجرد النهارده شراي او حصولي على احد الباقات بتاعت الشركه، طب ازاي ان انا اقدر استفاد وابني البيزنس بتاعي؟ تعال نشوف مع بعض ازاي ان انت تقدر تستفاد وتبني البيزنس بتاعك من خلال 4 طرق للدخل. تعال نشوف مع بعض. اول طريقه للدخل، لحظه واحده، وهي حاجه اسمها الدايركت كوميشن او العموله المباشره. شركة جيفو بتقول لك بعد ما انت جربت التجربة بتاعتك، سواء قدرت تستخدم منصة جيفو للسياحة، وقدرت ان انت تستفاد بالرحلة اللي انت واخدها وبالكورسات اللي انت واخدها، كمان بتقول لك ان اما بتشارك كمان مع احد اصدقائك او احد معارفك ان هو كمان ياخد عضوية ويشتري احد الباقات بتاعت الشركة، فهنا الشركة كمان بتدي لك عمولة اسمها عمولة البيع المباشر، وهي ببساطه جدا لو حد اشترى باقه ال $1400 بتدي لك كام؟ $225، ولو حد اشترى باقه الجلوبال بتدي لك $450 عموله مباشره. ودي الحاجه الاولى. طيب الحاجه الثانيه، ان انت ببساطه جدا تقدر كمان تبني فريق، تقدر تبني مؤسسه النهارده كمان، تقدر تحقق مبيعات، وتقدر تستفاد كمان من المبيعات اللي الفريق بتاعك بيحققها. فالشركه هنا بتقول لك النهارده انت شاركت مثلا اكس واي، ان هم كمان استفادوا من خلالك، خدوا عضويه واستفادوا بكل الكورسات اللي موجوده في الباقه اللي هم خدوها. طيب هم كمان لما بيحققوا مبيعات، طب هل انت بتستفاد من المبيعات دي؟ طبعا مليار في الميه. فالشركه بتقول لك النهارده تقدر تستفاد من 10% ل 20% من المبيعات اللي بيحققها الفريق بتاعك. طيب حلو جدا الكلام ده، يعني من 10% لما الفريق بتاعي كمان بيحقق مبيعات، تقدر تستفاد من 10% ل 20%، ودي الحاجة التانية. طب الطريقة رقم 3 بقى، وهنا ببساطة جدا، ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي ساعدتني أنا شخصيا إن أنا أبقى موجود جوه الشغل ده، إيه هي؟ إن ببساطة جدا حاجة اسمها حوافز القيادة، إن لما بتساعد غيرك وبتساعد الناس اللي موجودة معاك في الفريق إن هم يكسبوا فلوس، انت كمان بتكسب فلوس. يعني خلينا نقول مثلا محمد بدأ مع احمد، حلو، فاحمد ساعدني ان انا اكسب $1000، فعشان احمد ساعدني ان انا اكسب $1000، الشركة بتدي احمد 20% عشان هو كان سبب ان هو ساعدني وعلمني. علشان كده باختصار الشخص اللي دعيك في الاجتماع ده النهاردة او في الميتنج ده، هو واحد من اكتر الاشخاص اللي عايز يساعدك ويعلمك ويساعدك ان انت تكسب فلوس. ليه؟ لان ببساطة جدا يوم ما انت هتكسب فلوس هو كمان هيكسب فلوس، ودي ببساطة جدا، وده الهدف بتاعنا، ان احنا هدفنا الرئيسي ان احنا نساعد اكبر عدد ممكن من الناس في الفريق معانا. طيب المستوى الاول 20%، المستوى الثاني 10%، والمستوى الثالث 5%، لحد 10 مستويات 2%. طيب ببساطه جدا لحد هنا يمكن اتكلمت معاكم في ازاي ان انت تقدر تعمل دخل، وازاي ان انت تقدر تكسب فلوس من الكلام ده، ولكن خليني اقول لك يمكن 3 حاجات انا خلوني ان انا ابدا في البزنس ده. رقم واحد هو فكره ايه؟ فكره ان الشركه نفسها، ان ببساطه جدا يمكن انا بشتغل في المجال ده بقالي النهارده 10 سنين، يمكن واحدة من الحاجات اللي أنا متحمس جدا ليها أصلا في شركة جيفو وإحنا لسه بنبدأ دلوقتي، هي فكرة التجميع نفسها، إن أنا بشتغل في السياحة، وإن أنا بشتغل في البرودكتس، وإن أنا بشتغل في الأكاديمية التعليمية، وإن أنا بشتغل كمان في التريدينج. 4 حاجات موجودة في مكان واحد، دي من الحاجات اللي أنا متحمس جدا جدا ليها، وهتساعد ناس كتيرة جدا إن هم يعملوا فلوس كتير. ده رقم واحد. رقم اتنين، من الحاجات اللي زمان ساعدتني إن أنا أبدأ في المجال ده، هو وجود منظمة تدريبية.
وجود منظمه تدريبيه اسمها كايزن اورجانيزيشن، واحده من المنظمات التدريبيه النهارده الكبيره جدا اللي خبرتها النهارده بقالها اكتر من 13 سنه او اكتر من 10 سنين بتشتغل في مجال البيع المباشر. ناس عندهم خبره كبيره جدا في المجال ده، ناس ساعدت ناس كتيره جدا، في سيستم واضح. انا عارف انت بتسال نفسك سؤال، طب هو انا ازاي هشتغل في البيزنس ده وانا ما عنديش خبره؟ طب هو ازاي انا ممكن انجح في المجال ده وانا ما عنديش خبره؟ حبيبي انا ما كانش عندي خبره، ولكن وجود منظمه تدريبيه ناجحه مسؤوله عن تعليمك من خلال نظام تدريبي متكامل، سواء ان انت تقدر تتعلم من خلال تدريبات يوميه اونلاين او اوفلاين، سواء انت تقدر تتعلم من خلال الحد المسؤول عنك اللي بيساعدك ويعلمك ان انت ازاي تقدر تنجح. طيب رقم واحد. رقم ثلاثة هو الفريق المسؤول عنك، هو فريق إليت تيم، واحد من أقوى الفرق النهاردة اللي يمكن أثبت نجاحه في خلال الفترة الأخيرة دي في أكتر من 20 دولة النهاردة، وساعد ناس كتيرة جدا إن هم ينجحوا في البزنس ده. دول يمكن من الأسباب اللي خلتني أبدأ جوه البزنس ده وإن أنا أشتغل في المجال ده. طيب يمكن هيكون موجود معانا شخص كمان شوية كده من الناس الناجحة جدا في المجال ده، هو أكتر واحد ممكن يجاوبك على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنك. شخص النهاردة قدر يحقق نجاحات كبيرة جدا في مجال البيع المباشر النهاردة على مستوى العالم. هيكلمك عن حاجات، هيكلمك عن بروجكت اسمه التداول، هيكلمك عن التداول، هيكلمك النهاردة وهيجاوبك على أسئلة كتيرة جدا، لأن ببساطة جدا الشخص ده هو أكتر واحد ناجح في مجال البيع المباشر على مستوى العالم بالكامل حرفيا. ساعد آلاف مؤلفة من البشر إن هم إزاي يتعلموا المجال ده. ويمكن سر الراجل ده، سر نجاح الراجل ده هو التواضع بتاعه. علشان كده محتاج كل الناس تبقى مركزة جدا جدا في وجود الشخص ده. تعالوا نشوف مع بعض فيديو قبل ما أقدم الراجل ده وهيكون موجود معنا، وبعد كده هنقدمه ويبقى موجود معنا وهيجاوبك على كل الأسئلة. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده. Ladies and gentlemen, up next to the stage, make some noise for your diamond director, Dr. Islam Wasfi from Egypt. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady in the hall of fame. You could walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records that you never could be broke. Do it for your people, do it for your pride. Never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. They will look at you from afar and they will look to you and they will look what will happen to you. At this point you have to work and 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 work very hard. Work and work and work.
and show them. Show them how great you are. Show them how active you are. Show them how successful you are. At this point, trust me, everyone and anyone will be so proud to join your network and to join your team and to share with you your success story. The secret is, if it is to be, it's up to me. Guys, it's all about you. It's all about you. It's all about you. محتاج ان انت تبقى مركز جدا 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 في وجود الشخص ده، لان ده اكتر شخص هيساعدك وهيعلمك ازاي ان انت تقدر تبدأ في البزنس ده وازاي ان انت تقدر تنجح واسهل طريق بالنسبة لك. ركز جدا يعني وحضر كل الاسئلة، هيجاوبك على كل الاسئلة. علشان كده ببساطة جدا محتاج ان انت تفتح الكاميرا بتاعتك ونستقبل واحد من انجح الناس اللي بتشتغل في مجال البيع المباشر على مستوى العالم بالكامل، هو كايزن دايركتور دكتور اسلام وصفي. كلنا اذان ساقيه وكلنا متحمسين نسمع منك يا دكتور اسلام وصفي. لو انت بتسمعني، انا بسمعك وبسمعك بشده، ومتشكر ليك جدا جدا استاذ محمد عبد المنعم، وشكرا لاستاذ احمد الهاشمي، وشكرا لإليت تيم في كل حته في العالم. وليا كل الشرف يا جماعه ان انا موجود معاكم في المكان الرائع دوت مع ال500 شخص الرائعين اللي موجودين قدامي. تحياتي لكم جميعا من هنا من القاهره. وخليني في البداية أعرفك بنفسي، أنا إسلام وصفي، صيدلي أصلاً، متخرج من كلية صيدلة جامعة القاهرة، اشتغلت فترة في مجال الصيدلة في شركات أدوية وصيدليات، وبعدين فتحت صيدلية في القاهرة. وبعدين يا جماعة تعرض علي المجال الرائع اللي انت يمكن بتسمع عنه دلوقتي، بقالي 12 سنة. من 12 سنة خدت القرار اني ابدأ في المجال ده، والحمد لله كل يوم عدى عليا في خلال ال 12 سنة اللي فاتوا كنت بتأكد من حاجة واحدة بس، هو اني خدت افضل قرار في حياتي اني اكون جزء يا جماعة من الشغل ده. خليني ابدأ معاك واتكلم معاك واقولك انا ليه خدت القرار ده في يوم من الايام، وليه النهاردة ممكن حد ياخد القرار انه يبدأ معانا جوه البيزنس دوت. وابدأ معاك واقولك نقطة مهمة جدا بالنسبة لي. بصوا يا جماعة، خليني اقولك باختصار شديد جدا ليه النهاردة خدت القرار دوت، وخلينا نعملها conclusion يعني، أو يعني تلخيص لكل ما سبق اللي قالوا الرائعين أحمد الهاشمي ومحمد عبد المنعم، لثلاث أسباب يا جماعة مهمين جدا. السبب الأول هو الصناعة العظيمة اللي احنا موجودين فيها النهاردة، صناعة القرن 21. النهاردة لو حد في سنة 2023 عايز يعمل فلوس، فخليني أقولك إن طريقك الوحيد عشان تعمل فلوس هو الأونلاين بيزنس. بدل ما تروح تشتري محل وتعمل له ديكور وتجيب له بضاعة وتجيب موظفين وتجيب عمال وتدفع ضرائب وتدفع جمارك وتعمل قصص كتيرة جدا، أسهل طريقة في الدنيا هو أنك أنت يبقى عندك توكيل شركة أونلاين بتعمل من عليها مبيعات، وفي النهاية رأس المال يكاد لا يذكر والربح كبير جدا والانتشار واسع جدا، لأن في النهاية أنت مش محدد بمكان معين. فخلينا اتكلم معاك واقولك ليه انا خدت القرار دوت. رقم واحد، لان شغلانتنا هي اكتر شغلانة مواكبة للعصر اللي احنا موجودين فيه. اكيد لو انت عايز تعمل فلوس، اكيد اكيد مش احسن طريقة خالص انك تتوظف في الزمن اللي احنا فيه ده، او انك تروح تفتح مشروع صغير في الزمن اللي احنا فيه دوت. لا الوظيفة النهاردة ممكن تخليك تعمل ملايين، ولا المشروع الصغير ممكن يخليك تعمل ملايين، ده اذا نجح اصلا. فخليني اقولك ان افضل فكرة في الدنيا هي الاونلاين بيزنس والبيع المباشر تحديدا. رقم اتنين، الشركة اللي احنا موجودين فيها يا جماعة، واحدة من ضمن الحاجات اللي خلتني خدت القرار اني اكون جزء من شركة جيفو هي فكرة ان احنا مش بنشتغل اكتوال يا جماعة في شركة. امال احنا بنشتغل في ايه؟ احنا بنشتغل يا جماعة في اربع شركات فعليا. ايوه، خليني اقولك احنا فعليا بنشتغل في اربع شركات يا جماعة. اربع شركات ازاي؟ ان انت النهاردة في شركات بتشتغل في مجال السياحة وبتعمل نجاحات كبيرة، في شركات بتشتغل في مجال التعليم وبتعمل نجاحات كبيرة، وهكذا وهكذا. ولكن خليني أقولك إن شركة جيفو شركة فيها ميزة مش موجودة في أي شركة في الدنيا، ألا وهي تعدد المصادر بتاعة الشغل بتاعتك. يعني إيه؟ يعني النهاردة أنت عندك جيفو للسياحة وجيفو للصحة وأكاديمية جيفو وجيفو للتداول، أربع شركات مشتركين مع بعض في شركة واحدة. يعني أنت النهاردة كأنك واخد توكيل أربع شركات مع بعض. فعشان كده رقم واحد، تنوع المجالات بتاعة الشركة ده مخليها رائعة جدا. رقم اتنين، يمكن خطة الأرباح الرائعة اللي موجودة في الشركة اللي انت تقدر تعمل ملايين من خلالها، وتقدر ان انت تعمل نجاحات كبيرة جدا.
طب رقم 3 واللي قفل بيها كلامه استاذ محمد عبد المنعم هو ان يا جماعه الشغل دوت غير اي شغلانه في العالم. فاي شغلانه في العالم اللي بيحصل ان الناس بتتنافس وتتناحر عشان خاطر ان كل واحد فيهم ينجح ويفشل الاخرين. طب احنا عندنا الموضوع مش كده. احنا عندنا اكتر مجال في الدنيا هتلاقي ناس بتساعدك وناس بتقف جنبك وناس بتدعمك وناس. اسلام اللي من القاهرة بيشتغل مع محمد عبد المنعم اللي من اسوان بيشتغل مع احمد الهاشم اللي من العراق. كلنا تيم ورك مع بعض بنشتغل مع بعض ظهرنا في ظهر بعض. ليه يا جماعة؟ عشان طبيعة الشغلانة دي كده. تعالى نتخيل مع بعض تخيل ان في شارع كده في شارع اهو. الشارع ده فيه 50 محل 50 متجر. الخمسين محل دول في العادي بيشتغلوا يا جماعة ان هم بيتنافسوا مع بعض وكل محل فيهم خلينا نفترض ان الخمسين بيشتغلوا في نفس المجال بيبيعوا ملابس. هتلاقي الخمسين كلهم بيتنافسوا مع بعض صح؟ طب تعالى نفترض ان الخمسين محل دول مربوطين ببعض بسيستم معين ان لو الزبون اشترى من اي محل هيفيد بقية المحلات اللي موجودة كلها. ساعتها يا جماعة اللي هيحصل هيساعدوا بعض وهيدعموا بعض لان هم بيكسبوا من بعض. ده لو في محل فيهم في النهاردة مثلا موظفين فيه مجوش النهاردة المحل دوت عايز اقولك هتبص تلاقي ايه؟ هتبص تلاقي ان المحلات التانية كلها بتساعده وبتقف معاه. لو واحد النهاردة مريض الناس هتساعده. ده اللي موجود في الشغل بتاعنا. وعشان كده يا جماعة قوة الشغلانة بتاعتنا في البوزيتيف كوميونيتي والوين وين سيتويشن المصلحة المتبادلة اللي موجودة بين الناس وبعضها. فخلينا اتكلم معاك واقولك انا خدت القرار ليه. فكرة عظيمة شركة رائعة وفكرة او يعني كوميونيتي مجتمع متميز جدا. طيب لما اتعرض عليا البيزنس ده من 12 سنة هل انا كنت شايف الموضوع بالصورة دي؟ الاجابة اكيد لا. انا راجل كنت راجل تقليدي عندي صيدلية بشتغل في صيدليتي مش مقتنع ان اصلا في حاجة اسمها اونلاين بيزنس. وعايز اقول لكم يا جماعة ان انا لما اتعرض عليا الموضوع ده من 12 سنة كان عندي اسباب كتيرة جدا تخليني ما ابدأش البيزنس ده. اسباب زي ايه؟ ما كانش عندي فلوس اشتري بيها باقة عشان ابدأ بيها الشغل ده. ايه تاني؟ ما كانش عندي علاقات اكلم معاهم. ثلاثة ما كانش عندي مهارات يا جماعة ما كانش عندي مهارات ان انا اعرف اشرح بيها الشغل. اربعة ما كانش عندي وقت اشتغل الشغل دوت. خمسة ما كانش عندي ايمان اصلا بالشغل ده. الخمس اسباب دول كانوا مخليني ان انا ما ابدأش الشغل. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ فاكر يا جماعة ان انا قعدت مع شخص وعالج كل المشاكل اللي عندي. فاكر يا جماعة لما قلت له ان انا اول مشكلة تمنعني من دخول الشغل ده اني ما عنديش فلوس. ولما رد عليا وقال لي يا اسلام الشغل ده مش معمول للناس اللي معاها فلوس. الشغل ده معمول للناس اللي عايزة تعمل فلوس. عايز اقول لك ان لما كلمته قلت له انا ما عنديش راس المال اعمل ايه وقال لي روح استلف وحط لنفسك تارجت. ورحت استلفت الفلوس من اخو واحد صاحبي عشان ابدا بيها الشغل ده. عايز اقول لك ان كانت من احسن الحاجات اللي حصلت في حياتي ان انا استلفت الفلوس اللي بدات بيها. ليه؟ اقول لك ليه؟ لأني كان عندي دافع قوي يخليني أشتغل بمنتهى الجد والإجتهاد. لو كانت الفلوس سهلة معايا ومش عارف أوديها فين ومش فارقة معايا عايز أقولك واقعيا كان اللي هيحصل إيه؟ كان اللي هيحصل إن أنا ربما كنت أتخاذل أو أتكاسل في الشغل. ولكن يا جماعة عشان أنا كنت مستلف رأس المال والمبلغ فكنت بشتغل بقوة. وحتى وعدت الراجل إني هرجع له فلوسه بعد 3 شهور من فضل الله عز وجل رجعتها له بعد 11 يوم فقط لا غير. طيب ما كانتش بس مشكلتي في راس المال، امال كانت مشكلتي رقم 2 في ايه؟ في العلاقات. قلت لهم معلم انا اتكلم معاك بصراحه، انا عندي مشكلتين في موضوع العلاقات ده. المشكله مش بس ان اصحابي قليلين، دايره معارفي قليله. انا يا جماعه قبل البيزنس ده كنت شخص انطوائي جدا، نيرد يعني، لابس نظاره كده، جايب شعري على جنب، بقفل الزرار ده، متفوق دراسيا، مش مركز في اي حاجه، ما فهمش في اي بيزنس خالص. وكان بالنسبة لي آخر حد ممكن أشتغل في التسويق أصلاً. فقلت له أنا علاقاتي محدودة جداً لأن أنا شخص انطوائي. المشكلة بقى رقم 2 مش في إن عدد أصدقائي قليلين، المشكلة بقى في الجودة نفسها، إن صحابي فقراء فقر مدقع. يعني أنا أصلاً أغلب دايرة معارفي ظروفهم صعبة فعلاً، واقعين من الطابق العاشر نازلين على وشهم كده. فالسؤال هنا بيقول هل أنا هعرف أنجح في البيزنس ده بالناس اللي أنا أعرفها دي؟ فرد عليا يا جماعه وقال لي انت مش محتاج يبقى عندك علاقات كتير. ليه؟ لان واقعيا انت ممكن يبدا معاك ناس عندهم علاقات كتير يعملوا لك انتشار جبار جدا. ده رقم 1. رقم 2 لو صحابك ظروفهم صعبه دي حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان واقعيا ده معناها ان هو اكتر ناس مرشحين ان هم يبداوا الشغل ده. الشغل ده مش معمول للناس اللي عندها فلوس، الشغل ده معمول للناس اللي ايه يا جماعه؟ عايزه تعمل فلوس. فقلت له طب دي حاجه كويسه. طب رقم 3 انا ما عنديش مهارات اعمل ايه؟ قال لي طبيعي ان انت ما يبقاش عندك مهارات.
ليه ما طبيعي ما يبقاش عندك مهارات؟ لان النهارده ما فيش حد متخرج من كليه النتورك ماركتنج جامعه القاهره ولا كليه الدايركت سيلينج جامعه بغداد. الموضوع يا جماعه باختصار هو ايه؟ هو ان انت شعار الشغل دوت ثلاث حاجات: تعلم، مارس، اعلم. في الاول بتتعلم المجال دوت وبتتعلم السيستم بتاعه، بعدين بتمارس الكلام دوت وبتطبقه مع الاشخاص اللي بيساعدوك خطوه بخطوه، ولما بتنجح رقم ثلاثة بتعلم اشخاص اخر ازاي هم كمان ينجحوا. فخلينا اتكلم معاك واقول لك ان ده الشعار بتاع الشغل بتاعنا. فقلت له ده جميل، اخر حاجتين بقى. قال لي، قلت له انا ما عنديش وقت اشتغل فيه الشغل ده. قال لي وده عز الطلب. قلت له ازاي؟ قال لي الشغل ده معمول اصلا للناس اللي ما عندهاش وقت. قلت له ليه؟ قال لي لان ده الشغل الوحيد اللي تقدر تشتغله جنب دراستك او جنب شغلانتك الاصليه. ازاي؟ قال لي لان ده الشغل الوحيد اللي انت بتشتغل فيه في الوقت اللي انت عايزه، في المكان اللي انت عايزه، مع الشخص اللي انت عايزه، وبالشكل اللي انت عايزه. ما عندكش مدير يدي لك جزاءات وعقابات والكلام ده كله. ما عندكش النهارده حضور وانصراف، ممكن تشتغله من بيتك او من بيتك، وممكن برضو تنزل تشتغله في المكان اللي على مزاجك. فبالتالي هو ده شغل اصلا معمول للناس اللي ما عندهمش وقت. قلت له طب اخر حاجه، انا مش مؤمن قوي بموضوع الاونلاين بيزنس. قال لي لو انت مش مؤمن بموضوع الاونلاين بيزنس فخلي الايام تخليك مؤمن بده. الكلام ده كان سنه 2011. قال لي بص، في سنه 2000 وكان قاعد بيكلم معايا، في المستقبل هتكتشف ان الاونلاين بيزنس هو افضل بيزنس. واكتشفت ده يا جماعه فعلا في سنه 2020. عايز اقول لك كنت بقى عندي فريق كبير جدا، بس في 2020 لما جت الكورونا وبدات الناس تشتغل من البيت والكلام ده كله، لقينا يا جماعه ان اكتر حاجه اتعمل عليها بحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محرك البحث جوجل هي يا جماعه يعني جمله او ريكويست، هو ايه؟ العمل من المنزل، كيفيه العمل من المنزل، كيفيه عمل اموال من طريق الانترنت، ازاي اعمل مشروع وانا قاعد في بيتي. كل الناس يا جماعه كانت بتدور على حاجه زي كده. ليه كانت كل الناس بتدور على حاجه زي كده؟ لان فعليا يا جماعه بدا الاونلاين بزنس يفرض نفسه. في الوقت اللي كانت كل الشركات بتنزل فيه كده، كانت كل الشركات الاونلاين اللي بتشتغل عن طريق الانترنت بتطلع بالشكل ده. وعشان كده الحمد لله النهارده البيزنس بتاعنا بزنس عملاق جدا. ومن اسلام اللي بدا البيزنس ده خايف لحسن ما يعرفش شخصين يقنعهم بالشغل وما يعرفش يفهمهم الشغل دوت. عايز اقول لك في اول شهر من فضل الله عز وجل بقى عندي في الفريق بتاعي 2700، عملت من البيزنس ده 2750 دولار، وبقى عندي في فريقي 36 شخص يا جماعه في اول شهر ليا في الشغل ده. تاني شهر عملت من البيزنس ده 4000 دولار. بعد سنه يا جماعه من فضل الله عز وجل بقى في اجمالي اشخاص في فريقي 1200 شخص. السنة التانية بقوا 8000 شخص، السنة التالتة الرابعة العشرة الحداشر، النهاردة بعد 12 سنة يا جماعة من فضل الله عز وجل يمكن فيه عندي فريق فيه أكتر من 6 مليون شخص موجودين في أكتر من 100 دولة على مستوى العالم، والحمد لله بيزيدوا وإحنا قاعدين بنتكلم مع بعض. فخلينا أتكلم معاك باختصار وأقول لو أي نجاح النهاردة حصل وحصل بسبب إيه؟ رقم واحد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. أنا مؤمن جدا يا جماعة إن مفيش حاجة بتحصل صدفة. ان انت اصلا وجودك النهارده في عرض العمل ده مش صدفه. ان انت واحد يكلمك ويقولك عايزك في مشروع مش صدفه. زي ما انا في يوم من الايام كان عندي خطه عاملها لنفسي، خطه ان انا يبقى عندي سلسله صيدليات، وسبحان الله احدهم كلمني في التليفون، جابني حضرت عرض عمل، اقتنعت بالشغل، بدات الشغل، والخطه اللي كان ربنا سبحانه وتعالى حاططها لي طلعت افضل بكتير جدا من خطتي نفسي. طب رقم اتنين، رقم اتنين يا جماعه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو فكره الوين وين سيتويشن جوه البيزنس دوت. اكتر شغلانه في الدنيا هتلاقي الناس قلبها على قلب بعض. الراجل اللي دعاك تكون موجود النهارده هو اكتر واحد هيحرص عليك وهيشتغل معاك وهيدعمك بكل ما اوتى من قوه، لان انت وهو في مركب واحده مع بعض. رقم ثلاثة، انك تكون يعني اكتر حاجه، ثالث حاجه خدمتني، انك تاخد قرار صح. القرار يا جماعه مش في ان انا ادخل مشروع صح، لا، ادخل مشروع صح في الوقت الصح مع الاشخاص الصح. هو ده يا جماعه قوه القرار. المشروع الصح كان بالنسبه لي هو افضل مشروع دوت في الوقت الصح، يعني في بدايات الناس كلها عشان اكون من الناس المستفيدين اكتر في المستقبل، ومع الاشخاص الصح. عايز اقول لك ان إليت تيم الحقيقه من الناس اللي انا يعني بجد لو انا مرشح بيتعرض عليا الشغل دوت، افضل شخص بالنسبه لي وافضل فريق بالنسبه لي وافضل ناس بالنسبه لي ابدا معاهم هم إليت تيم يا جماعه. ناس بجد الواحد بيفتخر بيهم، وانا كنت لسه عندهم في فريق العراق عند إليت تيم جولد من الاسبوع اللي فات، ويعني بجد عظمه يا جماعه وسكسس كبير جدا، وناس عارفين كويس جدا هم رايحين فين. ناس مش بتلتفت يمين وشمال، ناس ماشيه في طريقها وبتساعد اكبر قدر ممكن من الناس ان هم ينجحوا. خليني اقول لك
اني في الاخر خالص بعد ما خلصت كلامي عايز اقول لك نصيحه اخيره لكل الناس اللي موجوده معانا في الكول. ولكن قبل ما اقول لك النصيحه دي انا عايز يا جماعه اجاوب على اسئله اي شخص عنده استفسارات وعنده اسئله موجود معانا النهارده في الكول. ونبدا نشوف اسئله على الشات. اي حد يا جماعه عايز يسال اي سؤال يبعت على الشات السؤال بتاعه، وانا طبعا مش هقول اسم الشخص ايه عشان تسال براحتك، ولكن هجاوب السؤال in public من غير ما اقول اسمك، بحيث ان لو في حد تاني محتاج يعرف المعلومه ديت اساعده هو كمان فيها. اول سؤال موجود معانا يا جماعه بيقول يا دكتوره كيف كان الايفنت اليت تيم جولد في العراق؟ والله كان يعني حاجه ولا اروع. انا الحقيقه بيج فان، يعني من المريدين لاليت تيم جولد، فبصراحه ده كان حاجه عظمه. يعني الايفنت يا جماعه كان يوم السبت اللي فات بالمناسبه. السؤال اللي بعده بيقول شو وقت يبلش الشغل؟ شو وقت يبلش الشغل؟ من اللحظة اللي انت بتقرري فيها، بتقعدي مع الشخص اللي دعاك ان انت تكوني موجودة النهاردة، وهو بيعرفك بقى الخطوات الأساسية ايه وبيعملك الحساب بتاعك وهكذا. السؤال اللي بعده، متى أبلش تدريبات؟ في نفس اليوم اللي انت بتبلش فيه الشغل بتبلش فيه التدريبات. ميزات شركة جيفو، ميزات شركة جيفو حاجات كتيرة جدا، ولكن أهمها تنوع الحاجات اللي موجودة وخطة الأرباح القوية. أستاذ كم سعر العضوية؟ كم سعر العضوية؟ الباقة حوالي $2,800 فوق شوية تحت شوية على حسب الدولة. ارجع للراجل اللي دعاك تكون موجود النهاردة يعرفك. السؤال اللي بعده بيقول شلون ما يتعرض للخسارة؟ بصوا يا جماعة ركزوا معايا، ليه البزنس بتاعنا مفيش فيه خسارة؟ تفهمك ليه؟ لو أنا النهاردة فتحت مشروع تمام؟ واشتريت محل، المحل ده اشتريته تمليك، يعني أنا امتلكت المحل ده. ده معناه ان انا ما عنديش حاجه اسمها خساره. ليه؟ لان انا النهارده لو المشروع ده فشل مني خلاص هبيع المحل او ايا كان، انا ما عنديش ايجار بيدفع كل شهر. ولكن لو انا عندي ايجار بيدفع كل شهر معناها ان انا سواء بعت او ما بعتش هدفع ايجار كل شهر. الميزه عندنا في الشغل بتاعنا ايه؟ ان انت بتشتري الباكج مره واحده في حياتك، وبعد كده يا تكسب يا ما تكسبش. فبالتالي الميزه الرائعه اللي موجوده فيها هي ايه؟ هي ميزه ان انت يا اما تكسب يا اما ما تكسبش. اما تخسر مفيش فيها حاجه اسمها خساره. يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول بدنا شرح تفاصيل عن التداول. بص خليني اقول لك تفاصيل باختصار جدا جدا عن موضوع التداول ده. دي شركة جيفو، دي منصة موجودة في الامارات اسمها الفا فاينانشال، منصة معروفة جدا، منصة يعني للعيلة المالكة في الامارات، ومنصة موجودة من سنة 1993. عايز اقول لك ان الشراكة ديت موجودة النهاردة ما بين جيفو والفا. الفا شركة مختصة بموضوع التداول في الفوركس، وجيفو شركة مختصة بصناعة البيع المباشر. لما الشخص بيفتح حساب في شركة جيفو بالتبعية بيفتح حساب في شركة الفا. فلما بيفتح حساب لشركة الفا عنده اوبشن من اتنين. ايه هم يا جماعة؟ الاوبشن الاول، الحاجة الاولى انه يعمل ايه؟ الحاجة الاولى انه هو يقدر يعمل تداول بنفسه لو هو عنده خبرة وعنده الشجاعة. طب الحاجة التانية انه يعمل عن طريق حد اسمه الاكاونت مانجر، يعني حد بيساعده وبيعرفه ازاي يقدر انه هو يعمل الكلام دوت. فبالتالي بيديله السماحية انه هو اللي يعمل له التداول دوت. ولما ده بيحصل عندك 10 أجيال تقبض عليهم نسبة من الأرباح بتاعتهم لما يحصل أرباح، ومن التداولات بتاعتهم لما يحصل تداولات. وبس كده، ومش عايز أقولك أي تفاصيل تانية خالص، لأن الموضوع لو أنت مش فاهم في التداول هيطول شرحه شوية، يعني إيه أصلاً وبيحصل إزاي وكل التفاصيل ديت. يلا نشوف آخر 3 أسئلة عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، وبعدين أنصحك نصيحتي الأخيرة. نشوف السؤال اللي بعده بيقول إذا شخص بالفريق شلون يقدر ياخد بادج المؤسسين؟ يشتري الباقة بتاعت المؤسسين في البداية ويقدر الشخص دوت من خلالها ان هو يكون من المؤسسين. يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ السؤال اللي بعده اقدر ابدي وقت ما يصير عندي فلوس واقدر اختار التداول؟ تقدر تبدأ وتقدر تقدري تبدأي وتقدري في الوقت اللي انت عايزاه وكل حاجة. ولكن خليني أكلم معكم يا جماعة بصراحة في حاجة. أكتر ناس بتستفيد من حاجة في الدنيا هم أول ناس بيبدأوا الحاجة دي.
اكتر ناس دايما بتستفيد هم اول ناس. عشان خليني اتكلم معاكي واقول لك ان افضل وقت تبداي فيه دلوقتي، وده ليه علاقه بالنصيحه الاخيره اللي انا عايز اقولها كمان شويه. السؤال اللي بعده بيقول اكو مختصين يدزون توصيات؟ الاجابه هيكون ان شاء الله موجود. السؤال اللي بعده شلون يتم حجز الفنادق؟ عن طريق الموقع، ودي موضوع سهل جدا. السؤال اللي بعده بيقول كيف اشرح للناس شركه السياحه والسفر؟ باختصار جدا يا صاحبه السؤال، ان انت بيبقى عندك النهارده وكاله سياحيه بتاخديها من شركه جيفو، بتدي لك باسعار الجمله، وانت بتدي اللينك الرابط بتاعك لاي شخص يقدر يحجز من خلاله، او ان انت بتعملي الحجز انت وتاخدي الفلوس منه، او لو مش عايزه تاخدي الفلوس او في بلد تانية بتبعتي له الرابط بتاعك يحجز هو منه، هو ياخد نسبه خصم وانت كمان تاخدي مكسب كمان. تمام، اخر سؤال هنشوفه معانا هو ايه؟ اخر سؤال، طيب انا عايز اتداول وانا تحت الصفر ومعيش فلوس. طيب بص يا كينج، خلينا اتكلم معاك دايركت. اي حد بيعمل تداول ده تحديدا، وده من الامانه العلميه، ما ينفعش ان هو يعمل تداول بفلوس هو محتاجها او مستلفها او واخد قرض او بايع حاجه او ايا كان الموضوع عامل ازاي. ده استثمار، يعني فلوس زايده عن احتياجاتك. يعني انت النهارده عندك فائض وفره في الفلوس، تمام، زياده اكسترا بكل اللغات اهي، تمام، فبدخل انا اعمل بيها تداول، لان التداول دوت يا اما هيكسب كتير يا اما يخسر. فما ينفعش حد يعمل تداول غير لما يكون عنده فلوس. طب ما عندوش فلوس؟ لا، يبقى هنا بقى ده مش الاتجاه الصح. امال ايه الاتجاه الصح؟ اشتغل نتورك ماركتنج مع جيفو، بيع مباشر حتى لو هستلف الفلوس. حتى لو هستلف الفلوس ليه؟ لان ده بزنس مبني على المجهود. هتشتغل هتكسب، مش هتشتغل مش هتكسب، فاضمنه لك برقبتي. طب البزنس التاني واقعيا مبني على التحليلات والاستنباطات، والسهم طلع والسهم نزل، فمش مرتبط بالمجهود قد ما هو مرتبط بالخبر. فهمت قصدي ايه؟ فهتستلف عشان تبدا البزنس، معاك 100%. هتستلف عشان تعمل تداول، لا، لازم تبقى زايد عن احتياجاتك. الصح تعمل ايه؟ تشتغل في الشغل بتاعنا، تشتغل في جيفو لحد ما تكسب ارباح، وتستخدم الارباح ديت بعد كده هوت الزايده عن احتياجاتك تعمل بيها موضوع التداول. والله اعلم. دايما بقول للامانه العلميه لازم اقول الكلام دوت عشان خاطر ان احنا نبقى مفهمين الناس بشكل صحيح. طيب اخر حاجه ولا خلاص كده هوت؟ انا من مصر، ازاي ابدا اشتغل والمفروض يكون معايا راس مال كام؟ بص يا معلم، ارجع للشخص اللي دعاك تكون موجود النهارده، هيشرح لك بقى الباقات وهيبعت لك تفاصيلها وهيفهمك كل حاجه. ويعني انت من مصر وانا موجود دلوقتي حالا في مصر او في القاهره، انا معاك وفي الخدمه، وان شاء الله عندنا كمان ايفنتس يوم الجمعه اللي جايه وهنكسر الدنيا. يلا نشوف حاجه تانية. تقريبا بقيت الاسئله كلها شبه بعض. اوكي كده تقريبا احنا جاوبنا على اغلب الاسئله اللي موجوده. خليني يا جماعه انصحكم بنصيحتي الاخيره لكل الناس الموجوده. بص انا يا جماعه مصدق حاجه جدا ومؤمن بيها جدا. اي حد في العالم، اي حد في العالم عايز ان هو واقعيا يا جماعه يعمل حاجه نجاح سريع ونجاح قوي، محتاج انه يعمل حاجه مش منتشره ولسه ما انتشرتش قوي. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك بص يا سيدي، تعال نفترض مع بعض ان انت النهارده قررت تفتح سوبر ماركت. مش متوقع قوي انك انت تعمل نجاح كبير، مش عشان السوبر ماركت مشروع وحش، شغلانه شريفه وجميله، ولكن مشكلتها الوحيده في ان السوبر ماركت كتير. هتفتح صيدليه؟ طب ما انا كان عندي صيدليه. اقول لك على حاجه، ده الحسن ابن الهيثم كان عنده صيدليه. يعني انت مش بتعمل حاجه مختلفه خالص. الموضوع يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن ان اتس اوكي، ماشي، مشروع ظريف بس مش هتعمل ملايين. طب لو انا في العراق النهارده او في مصر او في لبنان، في ايا كانت البلد، وقررت ان انا عايز اعمل فلوس كتير، لازم اعمل ايه يا جماعه؟ حاجه جديده، يعني اخد توكيل شركه جديده، اعمل حاجه جديده، حاجه مش منتشره، ابقى انا من الاوائل اللي فيها، ابقى انا من اول الناس اللي بتعمل الحاجه ديت. وعشان كده انا عايز اتكلم معاك واقول لك ان ده تحديدا اللي بيحصل دلوقتي. شركه جيفو يا جماعه الاوفيشال لونش بتاعها، الاعلان الرسمي بتاع الشركه هيكون يوم 1 فبراير ان شاء الله. فيعني احنا دلوقتي في مرحلة ايه؟ البري لونش، ما قبل الاعلان. فبالتالي انت محتاج تعمل ايه؟ افضل وقت في الدنيا تبدأ فيه البزنس ده يا جماعة هو البزنس اللي احنا فيه دلوقتي، الوقت الحراهن اللي احنا فيه. انا يا جماعة ادعي ان انا واحدة من اكتر الحاجات اللي نفعتني وفادتني في الشغل ده، عارفين هو ايه؟ مش ان انا اقوى واحد في الشغل، انا اقل خلق الله. امال ايه؟ اني من اوائل الناس اللي بدأت الشغل ده من 12 سنة. انا بدات الشغل ده قبل ما يخترعوا الانترنت. بدات من زمان فعلا، يعني كانوا طبعا اخترعوا، انا بهرج، بس بدات الشغل ده منذ قديم الازل. فبالتالي النهارده بستفيد بالميزه دي. طيب السؤال هنا بيقول، مش يا اسلام
لما الواحد بيبدأ حاجة جديدة ده مخاطرة، ممكن تنجح ما تنجحش، أشياء من هذا القبيل. هقول لك ده كلام صحيح، ولكن إذا كان أنت بتبدأ حاجة جديدة من الأساس، أما أنت النهاردة في عندك ناس اسمهم إليت تيم، ناس خبراء أصلا بيشتغلوا في المجال ده بقالهم سنين، وفاقعيا هم عندهم خبرة في الموضوع، فهم كمان هيعلموك، فأنت بالتالي هتقدر أن أنت تعمل إيه، بالتالي هتقدر أنك أنت تستفيد من الموضوع دوت بشكل كبير. يعني أنت بتبدأ مع ناس عندها خبرة في شركة جديدة. هو مين أول واحد هيكون موجود في شركة جيفو في الشرق الأوسط؟ واقعياً أي حد هيبدأ الـ 48 ساعة دول، مفيش أي مخلوق قبلك، مفيش حد عمل ساين اب قبلك، مفيش حد عمل حاجة، إحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عشان ده بقى يا جماعة نؤكد دوت، فإحنا اتكلمنا مع الشركة، يا شركة إحنا عايزين أول الناس دول تظل ليهم حاجة مميزة مدى الحياة يستفيدوا بيها، فقررت الشركة ان هي تعمل ال 2% بتاعت الفاست موفر باكج. اي حد يبدأ دلوقتي في خلال من النهاردة لحد اخر الشهر لحد يوم 27، اللي يحصل يا جماعة، اللي يحصل ان هو يستفيد بالميزة بتاعت ايه، يستفيد يا جماعة بالميزة بتاعت الفاست ستارتر. يعني 2% من اجمالي مبيعات الشركة كل 3 شهور بيتم توزيعها على الناس اللي هتبدأ دلوقتي مدى الحياة. طب ممكن الميزة دي تبقى موجودة في المستقبل؟ الاجابة لأ. طب السؤال بيقول هل بدون شروط؟ لا، ليها شرط. ايه هو الشرط؟ ان انا يبقى عندي من 5 إلى 10 اشخاص مباشرين يبدأوا معايا كل سنة وكلاء في الشركة عشان اقدر ان انا اقبض من 2% دول. فكل الناس هتبقى بتقبض في الطبيعي وانا بقبض الطبيعي زائد 2%. ليه؟ لاني كنت من الرواد، كنت من الاوائل، كنت من اول ناس خدت القرار ان هي تكون موجودة في الحاجة دي. عايز اقول لكم يا جماعة انا مش شخصيا متحمس جدا للفترة اللي جاية، وفخور جدا بالفترة اللي جاية، ومتأكد ان احنا هنكسر الدنيا مع بعض ان شاء الله الفترة اللي جاية، ومؤمن جدا جدا بالليدرز اللي موجودين في الكول ديت، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل قصة نجاح زي ما عملنا قبل كده قصص نجاح، وعملنا اقوى مؤتمرات في العالم في الصناعة دي. عايز اقول لكم ان احنا لم نبدأ الشغل ده لحد النهاردة، واللي جاي ان شاء الله هيكون بمنتهى القوة مع بعض نكسر الدنيا. شكرا لكم على حسن الاستماع، تحياتي لكم من هنا من القاهرة لإليت تيم في كل حتة في العالم. كان ليا كل الشرف وجودي معاكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.